يعني هل بالفعل لا يوجد تحول في هذه المساعي التركية للتقارب مع إيران؟ هل تتفق مع ما ذكره هنا دكتور سمير بأن هذا التقارب موجود من الأساس وعلى ضوئه؟ ما رأيك؟ هل هناك تقارب في العلاقات بين البلدين في هذا التوقيت؟ وما المغزى منه إن كان كذلك؟ نعم، تحية لكم والأستاذ سمير ومشاهدين البرنامج. أنا أتفق إلى قسم كبير من ما قاله زميلي عن العلاقة بين الجانبين التركي والإيراني، ولكن هناك بعض المسائل لا يمكن غض النظر عنها. مثلا تركيا لديها خلافات مع إدارة بايدن، وخاصة التوجهات الجديدة التي ستتخذها أمريكا. لذلك هناك رسالة من تركيا أرادت أن توصلها إلى إدارة بايدن: إذا أنتم تضغطوا علينا نحن نوسع تحالفنا مع إيران. أيضا هناك تحليل موجود في تركيا بأن في النهاية إدارة بايدن ستصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني، وثم سيصبح هناك انفتاح اقتصادي، ولذلك تركيا أولا تحاول أن تزيد من حصتها الاقتصادية في إيران، وثانيا تبحث عن تفاهمات في سوريا ومناطق متأزمة أخرى. هذه ما أرادته تركيا في هذه الآونة. ولكن كما قال الأستاذ سمير، هناك علاقات يعني جذر ومد بين الجانبين، وهناك رأينا بعض المشاكل بين الجانبين، وفي قمتها موضوع قرباغ، ولكن هناك دائما تعاون ثنائي اقتصادي سياسي في بعض الملفات. لم نشهد تراجعات كبيرة في موضوع الاقتصاد إلا بعد مثلا العقوبات الأمريكية، ورأينا تركيا على الرغم أنها عارضت العقوبات التركية ولكن قللت من شراء النفط الإيراني، وشراء النفط الإيراني إلى تركيا في الأيام الأخيرة وصل إلى 30,000 برميل يوميا. لذلك تركيا هي براغماتية وتعمل سياسة براغماتية دقيقة حول إيران.